بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، رجعنا وياكم لتكملة ما تبقى من المقطع السابق. في المقطع السابق كان خلل بالبرنامج، الحمد لله عالجناه. نجي الآن يعني من عملنا واجهة اللوجن، فمثلا أروح على الأدمن، فاليوزر نيم هو مكرر بالكابيتال والباسورد 1999 مثل ما مبين هنا. اذا اختار الاد الكوستمر ما راح يمكن، ليش؟ لان الكوستمر هو يوزر نيم علي، الباسورد 197. بروح على الادمن، مثلا اختاريت كادمن لوجن، طلعت لاير لوجن. زين العفو بالنسبه للملي الادمن. زين بالنسبه للادمن ايش قلنا؟ بالعاده احنا نختار هذني مثلا النيو ابديت ديليت اديت. زين بالحاله شلون ايش راح اسوي؟ هذن راح اخفيهن. شنو كلهن؟ يعني لحظة أول ما أنتقل من للأدمن لازم أخفيات. أروح على من؟ على الأدمن، أضغط على أي مكان فارغ من الفورم، راح يطلع لي شنو الأدمن لود اللي هو تعتبر الكونستركتر يعني الخاصة بالفورم وليس بالكلاس يعني. زين اضغط على الادمن، هنا أنا اسمها جروب بوكس 1 جروب بوكس 2 جروب بوكس 3 و 4 جروب بوكس 4. فاجي على الادمن اقول له جروب بوكس 1 دوت. زين انا شو اسوي من عمليه؟ اريد اخفاء. اذا دوت فيزيبل يساوي لي فالس، ايضا نفس الحالة يكرر بالنسبة للثاني والثالث والرابع. زين لو نرجع من للادمن، اريد من اضغط عليه من على النيو يظهر لي فقط النيو. زين النيو هي شنو؟ جروب بوكس، العفو جروب بوكس 1. اذا هذا سوي مجرد تسوي ترو. كذلك بالنسبه لمن اللي هي الابديت جروب بوكس 2 ويصير ترو، وكذلك ال 3 نفس الحاله الاديت ديليت ثري هو كمان ترو، و الإيديت الرابع هو للترو. زين بعد ما كملنا منين من المنيو سترايب ايتم ديليت إيديت مثل ما نلاحظ نيو وابديت كذلك نفس الحالة. هسه لازم يعني نشتغل بالبرنامج يكون مثل ما واضح يخفي ليان كلهن. لو نلاحظ باليوزر نيم قلنا كرار 1999 كادمن لوجن، اذا اخفى ليان كلهن. نيو اعطانا فقط لنيو، ابديت الابديت ديليت ديليت واديت يعني الاديت. زين هسه قبل لا اروح من لي الكوستمر خلينا نجي على الادمن. زين انا اريد اضيف يعني احفظ البيانات. زين في طبيعه الحال احنا اذا اريد نحفظ بيانات لازم نحفظها في فايل، ليش؟ لان الادمن راح يضيف مثلا برودكت او يعدل على برودكت او يحذف برودكت او يعني يسوي ابديت على برودكت معين، فلازم هاي شنو بالكوستمر تتعدل ايضا. اذا اذا يضيف هنا ايضا بالكوستمر لازم تطلع. اذا حتى احفظ بيانات احنا يعني نستخدم الفايل، راح استخدم الفايل حتى نخزن البيانات. فلو اجي هنا عندي تيكس بوكس 1 و تيكس بوكس 2 و 3 و 4، اذا اضغط عليه من على البوتوم دبل كليك. اذا كم متغير عندي؟ 4. فاذا احتاج 4 متغيرات اقل ادم برو
بروكود وكذلك برودكت نيم و برودكت برايس والبرودكت description زين as string. بعد ذلك أقول له record يساوي لي textbox1 dot text. خذي كوبي عندي 4 2 3 4 هاي يصير نيم يصير برايس قلبي برايس ايضا description زين. بعد ما عرفت المتغيرات وخزنتين اجي عليه من بالادمن لازم اعرف فيها هو الفايل. اذا اروح على اي مكان في حتى افتح اللود فهذه الادمن لود هو بدا يعرف متغير المن لي الكتابه في الادم اوت رايت رايت انفو كتابه معلومات as يعني نوع input output dot stream writer زين. اجي هنا انا داخل ايش راح اسوي اخلق الفايل فاجي اقول اول بداية if اذا ال input output dot file dot exist وأنطي اسم الفايل على سبيل المثال نسميه product next dot txt هاي جدا ضرورية dot txt حتى الحق أن هذا يعني الفايل عبارة عن text enter زين. إذا الفايل موجود شو يسوي لي؟ أنا ما أريد يعني إذا الفايل موجود يسوي العملية لا. إذا الفايل غير موجود يعني ما موجود عندي يسوي للفايل يعني يسوي create أقول له not not input output يعني إذا الفايل ما موجود يسوي لي هنا أنا write info راح يساوي لي input output dot file dot create text وانطي نفس اسم الفايل اللي انطيته فوق هنا ctrl c ctrl v زين. بعد ما يعني عرفت الفايل سلو لاحظ اروح على الاكزامبل كليك ايمن اوبن فولدر على البن ديباج لاحظ ان الملف شبيه غير موجود. لو اجي انا فدا سحاريا راح الملف يجيني تنرار سين ادمن لكن لو لاحظ هسه الملف شبيه لازم موجود فاذا البرودكت اجاني زين وشبيه فارغ حاليا. هسه راح اجي اكتب البيانات بعد ما ضغط نجي على قلنا نيو مجرد شو اقول له سوى أبيند قل له write info سوي له input output dot file dot append text أيضا نفس اسم الفايل product وكذلك بعدها write info اللي هو المتغير اللي عرفناه فوق ت
كثير على الفنان انا على الرايتر كانما ستريم رايتر من نوع ستريم رايتر دوت ريد دوت عفوا رايت عفوا رايت لاين سطر واحد راح اقول له اكتب لي بروت كود and product pro name and product price وآخر شيء product product br description. زين بعد ما كتبت يعني كتبت المعلومات داخل الفايل سيجي شكل له write info dot dot close لازم أغلق الفايل close بعد ذلك عندنا text box1 dot text حتى أفرغ البيانات يساوي لي string dot empty مستحرة فيها بقية البيانات to by 3 4 زين بعد ذلك ارمى يعني خزنت البيانات الا تمام هنا انا لازم اخلي يعني فراغ بيناتهم وايضا and لاجي انفذ ستار كرر باسورد واحد سحب كادمن لوجن وافتح الفايل ايضا سند الفايل شوي فارغ فاجي نيو برودكت كود على سبيل المثال 3-4 برودكت نيم by my product price سعرها مثلا على سبيل المثال 500 دولار فرضا description بس مجرد ما اضغط على نيو لازم يضيف داخل الفايل يمسح البيانات اجي افتح الفايل القى اكتب لي اياهن واكتب لي هنا سنانة عندي فارزة لازم احذفها ويا داخل الفايل زين حاليا الى الان تمام نفس الحاله بالنسبه للملي الابديت انطي لازم من انطي الكود يعرض لي البيانات على اساس ال برودكت كود لان اريد اسوي شنو ابديت فراح نجي على من على الابديت نفس الحاله في جدول البرودكت اذا لازم اقرا منين اول بدايه ادخل ال خلينا نشتغل ادخل الكود وعلى اساس الكود يطلع لي البيانات واظل اعدل شنو عليهم فاجي هنا على الادمن بعد ما ضغطت يعني على الابديت ايضا قراءة البيانات تكون عن طريق دم read info as
without one dot read stream reader. زين بعد ذلك جينا هنا اخرات البيانات اف اف نفس هاي الحالة يعني اقول يعني اف انبوت اوتبوت ان الفايل موجود او لا. قناة البيانات مثل ما قلنا اخذ هذا كوبي حتى ابدي اقرا يعني لازم اول بداية حقق لنا الفايل موجود بالفعل حتى اقرا من يمه او لا. فاذا اذا الفايل موجود اسوي لها الخطوات read info يساوي لي input.file.open text وانطي ايضا اسمه اللي هو هنا. فاول بداية اشوف هل الفايل موجود او لا. اذا كان الفايل موجود فراح اول بداية يفتح الفايل وبعدين يسوي عليه عملية الانبوت اوتبوت. زين حتى اسوي عملية الانبوت اوتبوت لازم استخدم لوب حتى اقرا جميع البيانات دو انتل مثل ما استخدمنا ان دو انتل يعمل عنده يكون الشرط شنو فاص. ف read info dot big يساوي لي سالب واحد. اذا كان read dot big يساوي سالب واحد يعني dot true مراح ينفذ. اذا false الله ينفذ. فعندما read لا يساوي يعني dot big لا يساوي سالب واحد راح شنو ينفذ. عند السالب واحد راح شنو يتوقف. زين زين بعد ذلك loop نهاية اللوب يعني سأجي اقرأ مثلا اعرف متغير نيم او خلينا نحط يعني list view هي العرض عفوا قبل العرض لازم string نعرف متغيرات dim code و name وال price as string. بعد ذلك ارمى اقرأ البيانات يعني افتح الفايل اجي هنا اقراها فراح اقل الكود يساوي لي كود read info dot dot read line dot read line. بعد ذلك انقل الكود هنا أنا. خلينا نعرف متغير اخر هو info نسميه info. زين الكود ايش راح يساوي لي كود راح يساوي لي الانفو دوت سب سترينج. زين يبدو منين من الصفر الى انفو دوت اندكس اوف لاحظ ان انا من خزننا البيانات نصر يعني مثل الفارزة عندي. فعلى اساسه راح اخذ الكود واقارنه ويا الكود اللي كتبته اني يعني حتى على اساسه يعطيني البيانات. فراح اجي هنا ورمى يعني الكود اقل له اف اذا الكود dot equal dot equals
يعني ده يساوي لي التكست بوكس، بس يا تكست بوكس لو لاحظ تكست بوكس 8، إذا تكست بوكس 8 دوت تكست then، إذا الكود يعني الموجود في الفايل إذا يساوي لي الكود المدخل أنطيني النيم، وبعد أعطيني أيضا البرايس. راح أجينا أنا مجرد شو أقول له، أقول له أن النيم يساوي لي info dot substring أيضا dot substring، ولكن ما أريد أن أريد شنو النيم الثاني، إذا زائدا أيضا info dot الفارزة الثانية، كذلك بالنسبة لمن لي البرايس أيضا راح يساوي لي info substring، ولكن البرايس هو بعد الثانية، إذا أيضا زائدا index of، زين بعد ذلك ورا ما انتهي من ال if وبعد ما أخلص من اللوب طبعا هنا أنا أجي أقول له أن التكست بوكس على الادمن هنا تكست بوكس 7 وهنا أنا 6، إذا 7 دوت تكست يساوي لي النيم والتكست بوكس خلفي سوني البرايس هو السادس. نيم البرايس زين هذا سنجي ننفذ كرر 90 ادمن لوجن، اجي على الابديت ادخل 1 2 3 4، يعني الكود اللي عندي الموجود هو 1 2 3 4، لازم يطلع لي اي بايس 500 دولار. لما اضغط جاب البيانات، ولكن ايضا جاب هنا الخطأ اللي عندنا، فالخطأ حتى يتم تعديله نسيت هنا أنا لازم أبدي منين، ليس من الصفر، منين أبدي من الكود عفوا من الانفو دوت الاندكس المن إلى الانفو دوت زائدا ايضا لا لازم ابنيها يعني عند ابن الثاني وليس من الصفر و تيل الى الثالث سلاح جاي نفذ الراب 99 admin login update 1 2 3 4، انجاب لي ايضا لازم اتوقف admin الى 500، نعم مجرد اطلع يعني كتحكمك بمن ب
بالسترينج. زين هاي بالنسبة لي ال update، وكذلك بالنسبة لي ال delete أيضا عدل، يعني مجرد ندخل الكود ويحذف لي اياه. بالنسبة لل edit وال new وال product كذلك متغيرات. نجي على ال customer، customer راح يجينا لازم على أساس أيضا ال product، أكتب لل product راح يطلع لي ال name وال price. من هنا ندخل العدد، ومن هنا نضغط add حسب المخطط. لازم من اضغط على اليمن على اد يطلع لي البرايس الكلي. ليش؟ لان من راح اختار حاجه مثلا سعرها 500 دولار، ولكن ايش قد راح اشتري منها؟ مثلا 4، ف 4 في 500 يضرب لي اياها لازم، فراح يضرب البرودكت نمبر في البرايس برودكت ويطلع لي برايس توتال. فاذا نجي على الفقره لحظه اللي يعني ما اضغط على اليمن على لازم يطلع لي ايضا شنو واجهه على الاد. خلنا نسوي تكست بوكس، يعني عفوا مسج بوكس، مسج بوكس تكست بوكس 1 شنو نسميها برايس 3 4 كاستمر، فراح اجي 3.txt مضروبة في text box 4 فلاحظ يعني فقرة انا عندي val، فاذا لازم val احول الى قيمة او اضع داخل متغير واخلص من اليمين val حتى يكون اكثر ترتيب او اكثر قراءة علما للبرنامج. وحققت كن يطلع لي هنا قل لي مثلا price total لوجن علي 1997 كي كوستمر لوجن بغض النظر عن ذني، فندخل مثلا البرايس 456 ونانا مثلا 7. انا ما اضغط عاد مسج بوكس error syntax. لاحظ ان انا يعني لازم اطبعها ايضا كسترينج، فحط اقواس اقل دوت تو سترينج. بس ناجي الي 97 كاستمر برودكت ومثلا 6 ملاد ايش قد قال برايس توتال حل قد. والى هنا يعني ماني يعني وضح المخطط بشكل عام. وبعد ما يطلع البرايس توتال يطلع يعني هاي كلها في واجهه انا سويتها في مسج يعني بوكس، حتى اختصارا للدرس لان شويه طول الدرس عندنا. فبعد ما يطلع لي التوتال راح يقول لي هل تريد تشتري؟ اذا تريد تشتري فاضغط على بوتون الدفع، راح يقول لي يعطيني الكارد نمبر، والكارد نمبر لازم يتكون من 14 حرف. فيقول لي يعني اقرا اذا يعني الاندكس مالتي يساوي ال 14، فاذا يعني 14 راح يقول لي تمام تم الشراء. الى هنا انا اكون يعني انتهينا من حل هذا المخطط الاي ار في جانب برنامج بسيط لي يعني اضافه
وشراء مثل يعني موقع أمازون. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس، ولا ننسى نقول لكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والكومنت. أي سؤال اتركوه بالكومنت، وفي أمان الله.